بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: هل ينظرون إلا وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ونزل وقضي الأمر. وقضي الأمر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذه الآيات إثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى وجل آخره. ما هو قول أهل السنة والجماعة في صفة المجيء والإتيان؟ إثبتوا لله سبحانه وتعالى مجيء وإتيان حقيقي لا اختلاف في عظمته، لا يماثل مجيء وإتيان الخلق. ما هي الثمرة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان؟ المبادرة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هل ينظرون، يعني ما ينتظر هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوة الأنبياء والرسل، هل ينتظر هؤلاء مجيء وإتيان الله سبحانه وتعالى؟ وإذا أتى الله سبحانه وتعالى مجيء حقيقي يوم القيامة للفصل بين الخلائق لا ينفع الإيمان. هل ينظرون، يعني ما ينتظر هؤلاء وما يمنع هؤلاء من الدخول في الدين؟ يرد أهل السنة والجماعة على من قال أن المجيء والإتيان هو مجيء للأمر أو مجيء للملائكة. بأي بماذا؟ بأنه مخالف لظاهر نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف وليس عليه دليل، وأن الله سبحانه وتعالى غاير بين مجيئه سبحانه وتعالى وبمجيء الأمر ومجيء الملائكة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم آيات، كم آية؟ أسردها أربعة. أربعة آيات. الآيات الثلاثة الأولى كلها فيها دليل على مجيء الله سبحانه وتعالى. الرابعة فيها إشارة، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى. ويوم تشقق السماء بالغمام، تشقق السماء بالغمام نزل الملائكة تنزيلا، هذا بإشارة إلى إتيان الله سبحانه وتعالى إتيان حقيقي يليق بجلاله وعظمته. ما الثمرة؟ الثمرة الخوف من هذا اليوم والاستعداد لهذا اليوم، لأن هذا اليوم يوم جزاء وحساب. ذكرنا فيما تقدم أن التوبة تغلق عن طالبها إما بطلوع الشمس مغربة أو بحضور الوفاة. نعم، بعد هذا. بعد. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجه المخلوقين، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه من صفات، حجابه النور على ما سيأتي معنا. إذن ما هو قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجه المخلوقين، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه من صفات. نعم. ويبقى وجه ربك، أي تبقى ذات الله سبحانه وتعالى موصوفة بصفة الوجه. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه ناقبه. نعم. الآية الثانية وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء يذهب ويفنى إلا ما أريد به وجه الله. الآية فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه ناقبه، وفيها إثبات أن الأعمال تقبل بشرطين على ما تقدم معنا، منها الإخلاص، يعني كل شيء من الأعمال يذهب إلا ما أريد به وجه الله. وفي الآية دليل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، حتى لا يقال عنك أنك مؤول، لأنه قد تقول في تفسير هذه الآية الآية هذا فيها دليل على الإخلاص وتسكت، قد يقال عنك مؤول أنكرت صفة الوجه، تقول الآية فيها دليل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه الأخبه، وفي الآية دليل على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ما منعك ألا تسجد لما خلقت. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أولا هنا يعني لابد من مباحث. المبحث الأول، أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين حقيقيتين تليق بجلاله وعظمته لا تماثل ما للمخلوقين. هذا
الأمر الأول، مبحث الأول. إذن أهل السنة يثبتون لله يدين اثنتين حقيقيتين تلق بشبهة عظمته لا تماثل ما للمخلوقين. الثاني، أهل السنة والجماعة يردون على من أيضا يثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى اليدين من صفات قبض وبسط وأصابع وكلتا يدي ربي يمين. الثالث، يردون على من فسر اليد بالنعمة أو القوة، لأن اليد تأتي بمعنى النعمة والقوة. لولا يد لك عندي، أي نعمة؟ قال: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية فرقة من فرق المجوس، يقول أن للعالم خالقان، النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر. قال: كذبتم، وكم لظلام الليل عندك من يد. الليل في عطاء كثيرة، ثلث الليل الآخر. كيف نرد على من فسر اليد بأنها النعمة والقوة؟ نرد عليهم بهم مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وأن اليد وصفت بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة، القبض والبسط والأصابع. ثم أن النعمة ما تثنى، لما خلقت بيدي، لما خلقت بنعمتي ما تأتي، بقوتي ما تأتي. ثم لو كانت اليد بمعنى النعمة أو القوة لم تكن مزية، هناك مزية لآدم على إبليس، وإلا لقال إبليس: وأنا يا رب خلقتني بنعمتك وبقوتك. مفهوم؟ وبهذا كله يزول الإشكال، قبض وبسط وصابع وتثنية ولم تكن مزية، مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل. المبحث بعد هذا، لو قال لك قائل أن اليد جاءت مرة مفردة ومرة مثنى ومرة مجموعة كما في العينين، كيف تجمع؟ ذكرنا لكم في القديم أننا نتبع النصوص خلافا لأهل الباطل. أهل الباطل يعتقد أولا ثم بعد ذلك ينكر النصوص ويستدل، فأهل السنة يستدل أولا. كيف نجمع بين الإفراد والتثنية؟ المفرد إذا أضيف يعم ولا إشكال، نعم، تجري بأعيننا، هذا جمع. طيب، لما خلقت بيدي، الآن إذا لا فرق، لا تعارض بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد إذا أضيف يعم. الثاني، لا تعارض بين الجمع والتثنية. لماذا؟ لأن عند الفرضيين أقل الجمع اثنان، والجمع قد يراد به التعظيم، إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظ، يراد به التعظيم فلا تعارض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التثنية إذا جاءت يراد بها العدد. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين حقيقيتين تلق بجلالة عظمته لا تماثل أيدي المخلوقين، ويثبتون لهذه اليدين كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى من قبض وبسط وأصابع وكلتا يدي ربي يمين. الآية الأولى: ما منعك، ما منعك، هذا خطاب لإبليس أن تسجد لما خلقت بيدي. وتقدم معنا لا يظن ظان أن السجود سجود عبادة، لأن العبادة حق لله لا يمكن أن يصرف منها شيء لغير الله. نعم، لما خلقت بيدي، وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به، وفيه إثبات مزية لآدم عليه الصلاة والسلام. وإن صح الحديث يكون ما خلق الله سبحانه وتعالى بيده ثلاث أشياء: آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا في منقبة لآدم عليه الصلاة والسلام، وغرس جنة عدن بيده، وهذا فيه ما أعد الله سبحانه وتعالى المتقين، نسأل الله من فضله، أن الله سبحانه وتعالى
غرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام بيده، وهذا في من قبل موسى عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا أن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. نعم، لما خلقت بيدي. نعم. وقوله وقالت اليهود. وقالت اليهود. نعم أقرأ. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هذه القراءة خطأ، لا بد يقف القارئ، إن لم يقف أخطأ، بل خطأ فاحش. القراء عندهم وقف قبيح وابتداء قبيح، وكذلك وصل أحيانا. يعني الآن عندما يقرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لا بد يقف هنا، لأنه لو وصل القراءة كأنهم لعنوا بأنهم أثبتوا لله يدي، أعوذ بالله، لا بد يقف. مثال: أولم يتفكروا، لا بد تقف، ثم تقول ما بصاحب من جنة، يعني ما هنا نافية، لكن لو وصلت القراءة كأنك تقول تفكروا، أعوذ بالله، ما يمكن، لا بد ننفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنون. فهذا يسميه العلماء وصل قبيح، ما يمكن، لا بد يقف. وقالت اليهود قتلهم الله يد الله مغلولة. هذه الآية استدل بها للسنة كذلك على من يقول أن لله أن ليس لله يدين، أو أن لله يد واحد، لأن هنا المقام مقام رد على اليهود. ولو كان لله سبحانه وتعالى أكثر من يدين لذكرت هنا، لأن المقام مقام رد ومدح لله سبحانه وتعالى ورد على هؤلاء اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة أي منعت عن العطاء، غلت أيديهم، كان الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة والعافية، فهم أبخل الخلق، غلت أيديهم ولعنوا نسأل الله السلامة والعافية بسبب هذا القول بما قال. ثم تقف، ولا بد، نحن لا نتكلم عن القراء، نحن نتكلم عن معنى الآية والوقف هنا. مفهوم، هناك فرق يعني بين أحيانا أهل التفسير والقراء. طيب، لا أشكال، بعد هذا إن شاء الله يعني قد نفصل فيها. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، تقف ولا بد عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا، لكن قد يكون عند بعض القراء أنك لا تقف، وأقول يصح القراء، أنا لا أدري عن هذا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، تقف ثم تبطل هذا الكلام، بل يداه، وهذا فيه أن لله يدين اثنتين حقيقيتين، بل يداه مبسوطتان، وهذا فيه أنه لا يمكن أن النعمة أو القوة توصف بالقبض والبسط والأصابع، ينفق كيف يشاء. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك، واصبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بالشريعة، وأن ما يقول بعض الناس من أن الشريعة ترتفع عن أحد، لا يمكن أن الشريعة تنتفع عن أحد ما عقل وعلم، وإلا لرفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل التكليف البالغ والعاقل، ولا يمكن أن الشريعة تنتفع عن أحد ما عقل وعلم. وما يقول هؤلاء احتج به واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت. ولو كانت الشريعة ترتفع عن أحد لارتفعت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مفهوم؟ نعم. من زعم غير هذا نسأل الله السلام والعافية فهو كافر. إذن الشريعة لا ترتفع عن أحد ما عقل وعلم، إلا إذا كان مجنون كابن عربي النكرة الصوفي الكافر. نعم. قال واصبر لحكم ربك، تقدم معنا أن الحكم إما حكم شرعي أو حكم كوني، والقضاء شرعي وكوني، والإرادة شرعية وكونية. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، في الآية
إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عينين اثنتين حقيقيتين، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى هذا العين. وفي الآية تثبت الصفة، وتثبت هنا مقتضى الصفة الرعاية للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنك بعين يعني لا يضر أحد، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر معني. نعم. قال وقوله وحملناه على وحملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام، هو ومن آمن معه. وحملناه على، لماذا كانت الآية وحملناه على سفينة، لم تكن الآية وحملناه على سفينة؟ قال وحملناه على ذات ألواح، ألواح خشبية ودسر مسامير تربط بها الأخشاب. لماذا؟ لأن كفار مكة وأهل مكة وقريش لا يعرفون ركوب البحر أصلا، رحلة الشتاء والصيف لا يعرفوا البحر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم هؤلاء كيف تصنع السفن. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر، أو أن الله سبحانه وتعالى قدر أن كل سفينة تغرق، كل شيء يغرق، سفن، عظام، كل شيء يغرق إلا هذه السفينة تبقى، سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. وحملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام من معه من المؤمنين على ذات ألواح ودسر، سفينة، أخشاب، مسامير، قدر الله سبحانه وتعالى بقاء هذه السفينة، وغير هذه السفينة كل ما هنالك غرق. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جمع، قلنا لا تعارض بين الجمع والتثنية، لأن كما عند الفرضيين أقل الجمع، أو أن الجمع يراد به التعظيم، إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات الرعاية لهذه السفينة، كل شيء يغرق إلا هذه السفينة لا تغرق. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا. ولقد تركناها آية، هل هذه السفينة موجودة أم لا؟ المؤمن لا يمكن أن يكذب شيء مما جاء في الكتاب والسنة، سواء رأى أو لم يرى، رأينا السفينة أو لم نرى السفينة، علم يقين قد يتحول إلى عين يقين. الآن مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، هل شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى؟ والله لم يشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. ما معنى هذا عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو واحد قال أن إبراهيم شك، إذن نحن ما بأولى، إذن ما يمكن يكون شك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قدرة الله على إحياء الموتى، لكن أراد أن يحول علم اليقين إلى عين اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني ولا واحد من مئة شك، ولكن ليطمئن قلبي، أراد أن يحول علم اليقين إلى عين اليقين. فأنت الآن أنت تسمع أحيانا بعض الناس يقول الكفار أثبتوا ما في القرآن وقالوا أن الأرض كذا وكذا وكذا، يا أخي يثبتوا أو لم يثبتوا ما يتغير عندنا شيء، عندما كذبوا وقال أنهم صعدوا على القمر وكذا، قام الشيخ الأمين الشنقيطي وقال كذبوا والله ولم ينزلوا على القمر ولم يصنعوا كذا، قالوا أنت جاهل وكذا. بعد سنين اكتشفوا أنهم كذبوا وصوروها في صحراء أمريكا وكذا، خرج هذا داروين وقال أصل خلقة الإنسان قلد، لأنه قلد أصلا. إخواننا عندنا معتقد عند أهل السنة والجماعة أول خلق الإنسان آدم، وآدم من تراب. والله لو يأتي بمليون نظرية وقواعد يقولوا وجدوا مومياء لمن 200 مليون ألف سنة مثلا، ما يتغير عندنا شيء. أول خلق الإنسان محروف هذا، والأكوان ما يتغير عندك شيء. يصلي
في بيته وليس مع أحد في قيام الليل ظلمة، وهو يصلي رأى نور يأتي من جهة القبلة وأخذ يقوى يقوى النور حتى رأى شيء على عرش عظيم، فقال له أي عبدي فلان، سماه باسمه، إني أنا ربك، ماذا تصنع؟ هذا موحد، هذا يعرف التوحيد، فبصق في وجهه قال اخسع عدو الله، لأنه يعرف أن نفسه لن ترى الله حتى تموت. وانت تسمع بعض الناس يتخيل أنه ممكن ينزل عليه جبريل بالوحي، إذا كان يعتقد هذا فهو كافر كفر أكبر. أي نعم، كان أقول جالس في المسجد هذا رجل في الطابق الثاني وجالس يذكر على طريقة هؤلاء الله 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 الله، فهذا جاء من فوق فلان يسميه باسمه، هذا يلتفت يعني يسمع صوت ما يدري من أين، فلان التفت يمنى يسرى ما وجده، اقرأ. هذا يقول ما أنا بقارئ. إخواننا لابد ندرس التوحيد والله، واللي يخرجك الشيطان يلبس عليك. فقال يا كذاب، وفرق يظن أن ينزل عليه جبريل بالوحي من اعتقد أن أحد ينزل عليه جبريل بالوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر يا أخي. قال اخسع عدو الله، إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. هذا التوحيد أخواني. فيأتي هؤلاء بنظريات بكر ولا تغير معك شيء، سواء صدق أو كذب ما يضرك شيء. تركناها آية موجودة السفينة من علم يقين إلا عن يقين، غير موجودة ما يتغير عندنا شيء، صحيح. تركناها آية، إما أن يكون تركنا ذكر هذه السفينة إلى قيام الساعة، أو أنها موجودة في اليمن في تركيا في ما يتغير عندك شيء، صح؟ أي نعم. طيب نعم. وقوله وألقيت عليك، وألقيت أي في حق موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام أحبه الله، وضع في قلوب العباد محبة موسى عليه الصلاة، كل ما رأى أحبه، ومنهم امرأة فرعون لا تقتله قرة عين لي ولك. سمي موسى بهذا الاسم لأن موسى بالعبرية أي مأخوذ من الماء، عندما عندهم في لغتهم إذا أخذ شيء من الماء يسمى موسى فسمي موسى، أي مأخوذ من الماء. وألقيت عليك محبة مني، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذه محبة خاصة. وألقيت عليك محبة مني، كل من رأى موسى أحب عليه الصلاة والسلام. ولتصنع على عيني، فرعون يقتل الناس، نعم يقتل من بني إسرائيل من أجل موسى عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى إذا قدر شيء لا يمكن أن يحول دون هذا الشيء. هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى بين أحضانك، هو الذي يدافع عنه فرعون ويقتل الناس في الخارج من أجله. ولتصنع على عين، إثبات العينين لله سبحانه وتعالى وجه لائق به، وإثبات كذلك الرعاية لموسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقدم معنا إثبات السمع بمعنى الإجابة، وإثبات السمع العام وهذا دليل، وإثبات السمع الخاص إنني معكما أسمع وأرى أي نصر وتأييد، وإثبات السمع أي التهديد، وهذا لابد أن
نثبت لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به. نعم. فقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم، هذا في إثبات السمع وإثبات التهديد لهؤلاء. نعم. فقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. نعم، بلى ورسولنا لديهم يكتبون. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، أي في حق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، أسمع ما تقولان وما قال لكما، وأرى مكانكما وأنصركما. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. نعم، كذلك تهديد. نعم. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، نصر وتعيد وتقدم معنا. نعم. وقوله كما تقدم معنا في البصير، قلنا بمعنى العليم وإدراك المرئيات عام وخاص وتهديد. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، توضع هذه الآية أي شهادة التفوق، وقل اعملوا، يقول هذا فيه أننا لم نفهم القرآن، لأن هذه الآية وعيدة للمنافقين، كيف توضع في شهادة التفوق؟ نعم. ولذلك تجد يعني يكتب أحيانا بعض الآيات وهي إشكال، والله إشكال، حتى يحتج أحيانا بعض الناس يعني بالقرآن في مواضع يعني عجيبة جدا، تجدها يعني تجد هذا الكلام، هذه الآيات فيها وعيد شديد. فهذا فيه أنا لم أفهم القرآن إلا من رحمه. يعني الآن مثلا في رمضان يقرأ القرآن وتجد لا أحد يخشى ولا أحد يبكي إلا من رحمه، وعندما يدعو الإمام بدعاء القنوت اللهم ارحمنا وكذا تجد الناس يبكي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشع متصدع من خشية الله، يقول الحسن رحمه الله، يقول عجبا لجذع، جمال جذع عندما نزل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له المنبر وصعد على المنبر، سمع الناس بكاء الجذع، نزل واحتضن الجذع حتى سكت. يقول عجبا حسن رحمه الله، يقول عجبا جذع يحن لما كان يلقى عليه من مواعظ وخطب وعظ النبي عليه الصلاة والسلام، عجبا يقول لبني آدم أنهم لا يحنوا لوعظه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يحنوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعيد الآن التي قبلها، أي وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فسيرى، وإثبات قلنا الرؤية وأن الله سبحانه وتعالى نثبت له الرؤية والبصر، إما علم أو جميع المرئيات أو نصر وتأييد أو تهديد، هذا كله ثابت لله سبحانه وتعالى وجه الله. قال وقوله وهو شديد المحال، وهو شديد المحال، أراد المؤلف رحمه الله أن يورد الصفات التي تسمى سماها للسنة بالصفات المقيدة، يعني أن الله ماكر بالماكرين. قال بعض العلماء لا تعبر بهذا التعبير، الأولى أن تأتي بنص القرآن وترتاح، تقول بدل أن تقول ماكر بالماكرين تقول الصفة هي قول الله تعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، أحسن ما يكون وترتاح. طيب، هذه الصفات ليست دائما مدح وليست دائما ذم، في موضع تكون مدح وفي موضع تكون ذم. يعني الآن المكر بالأعداء عندما يريد العدو أن يوقع بك فهذا مدح، يقال والله أعلم، البعض ضعف هذا القصة،
قبل أن تبدأ المعركة قلنا يخرج وناس من الفريق الأول وناس من الفريق الثاني للمبارزة حتى يحملوا القسم. خرج عمرو بن ود، خرج علي رضي الله عنه، الله أعلم أنه خرج عمرو بن ود أولا، وأخذ ينادي من يخرج له، خرج له علي رضي الله عنه وقال لعمرو بن ود: لم أخرج لأقاتل رجلين. صادق غير كاذب، عمرو بن ود خرج ليكرم علي رضي الله عنه؟ لا، أراد قتل علي. فعلي صاحفي قال: لم أخرج لأقاتل رجلين، وهو صادق. فالتفت عمرو بن ود فضربه. الحرب خدع. لذلك يعني الصفات التي تكون في موضع مدح وفي موضع دم لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها على الإطلاق أو تنفع الله سبحانه وتعالى. طبعا يوصف الله سبحانه وتعالى بها في موضع الكمال، ونزل الله سبحانه وتعالى عنها في موضع النقص. وأحسن من هذا تقول كل ما جاء في القرآن فهو مدح، ولا شك صفة الله سبحانه وتعالى كلها صفة كمال. أما الخيانة لا يمكن أن تكون في أي موضع مدح، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل. ما يمكن أن تكون الآية فخانة، لا يمكن أن الخيانة لا يمكن أن تكون مدح في أي حال من الأحوال. قال: فأمكن منه. مفهوم؟ نعم. طيب الآية الثانية: وقوله ومكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله خير الماكرين. نعم. وقوله ولذلك الذي يتحايل على الشريعة كاليهود كان الجزاء من جنس العمل حيل. تعرف أن البعض في هذه الأيام يتحايل على الشريعة، يتحايل لك الربا، يتحايل لكذا، يتحايل لكذا، فيعاقب بنقيض القصد. مثال: إذا قتل والده، لماذا؟ يريد التركة، يريد الإرث، ماذا نصنع به؟ يحرم من التركة. نعم، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، من استعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمان قاعدة. مفهوم؟ نعم. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تعفوا أو إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. عفوا قديرا. لماذا عفوا قديرا؟ لأن العفو يشترط له أولا أن يكون عن قدرة، والثاني أن يراد به الإصلاح. قال: فمن عفا وأصلح. الآن العفو عن السارق في إصلاح؟ لا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن العفو يشترط له الأول أن يكون عن قدرة، والثاني أن يراد به الإصلاح للإفساد. عن قدرة أعطيكم مثال: هذا الأخ تخاصم مع هذا، فهذا يعني أخذ يهدد هذا بالضرب وكذا، فهذا قال لي قال عفوت عنك، قال أنا عفوت عنك امشي ما أريد أصنع لك شيء. هذا عن قدرة؟ لا، هذا عن عجز. طيب، ولذلك قال عفوا قديرا، وقال فمن عفا وأصلح. إذن الآن الزوج كما ذكرنا لكم في الصبح تخاصم مع زوجته وجاءت وقالت: اعفو عني، عفى الله عنك، ماذا يصنع؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تقول انتهينا. لو قال لها: لا قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، هذا مخالف للشريعة. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. مجرد ما تقول له انتهيت انتهيت، يقول عفى الله عنك، تصب عليه الماء، توضأ سيد وهي أمام مملوك، فانكسر الإناء عليه
فقالت: يا سيدي، يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: ويقول: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: ويقول: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. فأخوان، تذكروا بالله، أبو مسعود قال: كنت أضرب غلام لي فسمعت صوتا من خلفي يقول: لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يذكر بالله؟ نبي صلى الله عليه وسلم. ما قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. مباشرة أخوانا، هذا حال الصحابة رضي الله عليهم، يعود مباشرة. إذن العفو لا بد أن يكون عن قدرة ويراد به الإصلاح. العفو عن السارق يراد به الإفساد، والعفو لا بد أن يكون عن قدرة حتى يكون مدح، وإلا كان ذو. نعم. وقوله: وليعفو وليصفح. وليعفو، هذه الآية نزلت في حق الصديق رضي الله عنه، وآيات كثيرة فضائل الصديق ستأتي معنا بإذن الله تعالى، أن الصديق رضي الله عنه هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الأمة أفضل الأمم، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، فهو أفضل الأمم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. منع الصديق رضي الله عنه النفقة عن مسطح، لأن مسطح تكلم في قصة الإفك في عائشة، فأنزل رضي الله عنه وبرأها الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وليعفو. وأعلى من العفو الصفح، لأنه قد يعفو ويقع في قلب شيء، لكن الصفح أعلى من العفو. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الصديق رضي الله عنه: بلى. وأعاد النفقة على مسطح. وهذا في الصحابة رضي الله عليهم، يعني ما كان من شدة تقواهم لله سبحانه وتعالى، وأنهم يقابلوا السيئة بالحسنة. يقال والله أعلم أن معاوية رضي الله عنه كان له أرض بالمدينة وفيها عمال، هؤلاء العمال تعدوا على أرض عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكتب عبد الله بن الزبير رسالة لمعاوية، يعني فيها يقال أنه فيها يعني شدة قليلة، أنه تعدي. فقرأ رسالة معاوية وهو ملك، قرأها ثم أعطاها لأحد وزراء أو لابنه. قرأ هذا الوزير أو كذا هذه الرسالة وقال: ماذا ترى؟ قال: أرى أن تخرج جيش أول في المدينة وآخره بالشام. فأخذ الرسالة وقلب هذه الرسالة وكتب في ظهرها: الأرض والعبيد لك، وأرسلها إليه. وليعفو وليصفحوا. قال عليه الصلاة والسلام: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل مكة، لم يثبت على ما يذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بغانتم مطلقة، هذا لا تسمع، لكن هو صنع هذا عليه الصلاة والسلام، عفو عن قدرة وأراد به الإصلاح. هذا هو، هذا الشريعة. تعرف أحيانا تأتي الإنسان خاصا مع أخيه تقول: يا أخي تذكر. قال: والله ما يمكن. نعم. وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم. الغفر هو ستر الذنوب مع التجاوز، مشتقة من المغفر. المغفر ما يضع المحارب على رأسه، ألا هذا الذي يسوق الدباب
سمو دباب المهم موتور ولا ما يكون يضع على رأسه خود. هذه هي المغفر كالمغفر. لماذا يضع على رأس المحارب حتى يتقي بها أثر السيوف والسهام؟ الغفر ستر وتجاوز. قال قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. إذن الغفر ستر وتجاوز لأنه ما يصلح واحد دون الآخر. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة الله سبحانه وتعالى هو العزيز، عزة قدر وعزة قهر وعزة غلب، وهو العزيز فلن يرام جنابه أنها يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز بقوة وهو العزيز الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، عزة قدر وعزة قهر وعزة غلب. وعزة الله سبحانه وتعالى نثبت لله سبحانه وتعالى عزة حقيقية لأخجارة عظمة، عزة قدر قهر وغلب لا تماثل عزة المخلوقين وعزة النبي صلى الله عليه وسلم. وعزة كل مؤمن لا يمكن أن تكون إلا إذا طلبت من الله. قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره قد أذلنا الله. ولله العزة، وليست عزة النبي صلى الله عليه وسلم كعزة الله ولا أحد من بعده. نعم. وقال عن إبليس، وقال عن إبليس. لماذا يقول شيخ الإسلام وقال عن إبليس؟ لماذا؟ لماذا يقول وقاء؟ ما شاء الله ما شاء الله أوقف ما شاء الله وصلت. وقال عن إبليس، لماذا يقول وقال عن إبليس؟ كان يقول لك شيخ الإسلام يقول إبليس وهو إبليس مطرود وكذا وكذا وكذا، يثبت العزة لله، أقسم بعزة الله وهو إبليس، يعني يثبت الصفات لله. وهناك ممن يدعي الإسلام وينكر ما أثبته إبليس، كان يقول لك انتبه، يعني كأنه في هذا الباب فقط يعني إبليس أحسن بعض الناس. والله فرعون طغى عندما قال له موسى عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي معنا، وأشار إلى هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال له موسى عليه الصلاة والسلام أن الله في العلو، لم يتأول النصوص فرعون طاغي وكذا، لم يتأول النصوص. عجبا لمن يدعي الإسلام يتأول ما لم يتأول فرعون. إبليس وهو إبليس أقسم بعزة الله. فقل لك انتبه، هذا إبليس يثبت. إذا بعض الناس اليوم أشد من إبليس في هذا الباب وأشد من فرعون في هذا الباب، يتأول ما لم يتأول إبليس. سأتي معنا. وقوله عن إبليس نعم فبعزتك أقسم بعزة الله، وأثبت صفة العزة لله سبحانه وتعالى، عزة قدر وقهر وغرب، وصح الحلف بالله وبأسمائه وصفاته لأغوينهم أجمعين، استثنى إلا عبادك منهم المخلصين على التوحيد، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم من الأمام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أغلق كل الطرق. صح مخاطر الله يفتح عليك. إذا لابد تلتجئ إلى الله، لا يمكن يغلق عليك هذا الطريق. مفهوم؟ نعم. اجلس. قال وقوله وتبارك اسم ربك ذي الجلال. تبارك إما أن تكون عائدة على الله أو عائدة على اسم الله. إذا كانت عائدة على الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده،
تبارك الذي بيد الملك. عائد على الله أي تعالى وتعالى. وإذا كانت عائدة على اسم الله يعني كل شيء يذكر على اسم الله تحل فيه البركة. ولذلك إذا تسمع الذبيحة كانت حلال، نسيت التسمية ميتة. نعم هذا يذكر الشيخ العدمي رحمه الله تعالى. تبارك اسم ربك، إذا كل شيء يذكر على اسم الله تحل فيه البركة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أي تعالى وتعالى. اقرأ الآية. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى مكرم ومكرم. نعم. وقوله فاصطب. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له. هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاث، رب السماوات والأرض وما بينهما. اصبر. رب السماوات توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الألوهية، واصطبر أعلى من الصبر لعبادته. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة غير باب أولى. هل تعلم له سميا، توحيد اسماء صفات. هذا مشرب معنى التحدي، يعني لو تعلم له مسام كف ند ائت به، لا يمكن. مفهوم؟ نعم. وقوله لم يكن له كفوا احد، لكمال احديته وصمديته. صفات منفيه عن الله، منفيه عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اثبات كمال الضد وتقدم معنا. وقوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم. الند والشبيه والنظير، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الند لكمال احديته وصمديته وكمال غناه وعزته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الند، واخذنا اقسام المحبه، وهذه هي المحبه الشركيه، محبه مع الله، محبه مساويه. نعم. ومن الناس اي بعض الناس ما يتخذ من دون الله أنداد شبهاء مضارع مثلا. نعم. وقل الحمد لله. وقوله وقل الحمد لله. وقل الحمد لله على ما الحمد لله على ما سمى وصف به نفسه. الحمد لله على إرسال الرسل، على إنزال الكتب. الحمد لله على كل شيء. الذي لم يتخذ ولد لكمال غناه وأحاديته وصمديته، ولم يكن له شريك في الملك لكمال غناه كذلك وحديته وصمديته، وكبره أي عظمه بالتوحيد تكبيرا. نعم. نعم. وقوله يسبح لله. ما يسبح لله، التسبيح التنزيه. كل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى بلسان الحال، وكذلك بلسان المقال إلا الكافر. كافر يسبح بلسان الحال لا بلسان المقال. مخلوقات كلها تسبح، الرعد يسبح، الملائكة تسبح، الجبال تسبح، الطير يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن كل المخلوقات تسبح بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال إيجاد الكافر في هذا الدنيا، وخلقة الكافر في أحسن تقويم، وامداده بالنعم، تسبيح وتنزيه لله عن كل نقص عيب. لكن الكافر ما يسبح بلسان المقال. ومن نعيم من النعم التي تكون يوم القيامة أنهم في الجنة يلهمون التسبيح. نعم. طيب. قال يسبح لله. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل له الملك وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وما في كل شيء. له الملك تقديمه من حق التأخير إلى الحصر، وله الحمد لا لغيره. نعم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين.
كم بقي؟ 15 سلام. هذا الذي يريد نوقف الدرس يقول 5 دقائق. طيب نقف عند هذه الآية إن شاء الله تعالى، نقف بعد صلاة العشاء. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.